متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، ومع الحديث طبعا عن خليجي 23، والحديث مستمر أيضا عن تواجد مجموعة من الفنانين وراء منتخباتهم في البطولة على مدرجات ملاعب المباريات، وحتى في التمارين اللي تابعناها واللي شفناها في الأيام الماضية. الفنانة العمانية بثينة الرئيسي أيضا كانت متواجدة مع منتخبنا الوطني في الأيام الماضية، ونرحب فيها في استوديو نبض الخليج. أهلا وسهلا بثينة. هلا فيك ويعطيكم العافية، ومشكورين على الجهود اللي جالسين تبذلوها في الأيام السابقة، وأكيد هالشيء منتخبنا محتاجه، ونتلمس هذا الشيء في أدائهم إن شاء الله في المباريات إن شاء الله بإذن الله. طبعا تواجدتي مع المنتخب، ويمكن شفنا أيضا تواجدك من خلال المران الأمس مع منتخبنا الوطني. كيف لمست جو المران والروح المعنوية للاعبين؟ الروح المعنوية جدا عالية، يعني أنا قلتها أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، شفت حماسهم وشفت تفاعلهم وشفت الكاس بعينهم، فهم قاعدين يأدون اللي عليهم والزيادة، فالباقي علينا احنا كجمهور ومتابعين، احنا ندعمهم ونكون متواجدين ونشجعهم، وبإذن الله الله يوفقنا. شفنا مجموعة من الفنانين متواجدين على مدرجات ملاعب المباريات خلف منتخباتهم، يعني اليوم نشوف نجوم الفن، نجوم الرياضة، نجوم الإعلام متواجدين خلف منتخباتهم، وهذا أهمية مثل هذه اللقاءات الخليجية في الحقيقة. إلى أي مدى برأيك يعني وجود مثل هذه يعني الأسماء الفنية سواء أو الإعلامية أو حتى على مستوى الشعراء يعطي دافع معنوي أيضا للاعبين؟ أكيد. يخليهم أيضا يحسوا بمساندة كبيرة من الجميع. أكيد طبعا، تواجدهم وتواجدنا إحنا كلنا سواء كفنانين أو كناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي مهم جدا، يعني حافز كبير لهم إن إحنا قاعدين نتابعهم، إن إحنا مساندينهم، فهذا الشيء يعطيهم دافع أكبر للعطاء، فإحنا نسوي اللي علينا وإن شاء الله الباقي عليهم وعلى دعاء وتواجد الجمهور بإذن الله. حضرت شيء من المباريات؟ حضرت مباراة الافتتاح بصراحة، يعني كانت مباراة حماسية جدا، وحضرت أيضا مباراة عمان والكويت، أجواء كانت ما شاء الله مليئة بالحماس ومليئة بالإبداع، وشفت التمست هالشيء من متابعيني إن حتى الناس قاعدة تتابع وتشجع وتحمس، ف جميل جميل هذا التجمع وهالظاهرة الجميلة جدا. انتم كفنانين ايضا بينكم تحدي طبعا مع منتخباتكم في البطولة، يعني كما تابعنا. والله مو بين الفنانين، الحين صار بيني وبين جمهوري، لان ما شاء الله عندي قاعدة جماهيرية من كل مكان. فأمس كنت متواجدة مثل ما ذكرت في الملعب مع المنتخب العماني، فمتابعيني من البحرين يقولون لي أنت ما تشجعين البحرين، فصار في هذا الحماس بيني وبينهم، فقلت لهم يا جماعة على عيني وعلى راسي جمهور البحريني والعراقي والإماراتي وجميع المتأهلين، بس طبعا الولاء عماني، يظل عماني والدم عماني. هو كل واحد يعني يتمنى أن فريقه هو اللي يكون أكيد فايز طبعًا. لكن في النهاية يعني كلنا اخوان، البقاء للاقوى ان شاء الله، وكلنا اخوان والروح الرياضيه موجوده. اكيد. كيف شايفه اجواء البطوله بشكل عام، يعني هذا التجمع وهذا الجماهير اللي من مختلف الدول الخليجيه متواجده في عرس خليجي حقيقي بامتياز؟ صحيح صحيح، هو بغض النظر ان الاهتمام منصب على الكره تماما في هذه او هذا التجمع، ولكن حسينا في الفه، يعني التجمع الخليجي كلهم في تحت إطار واحد وتحت سقف واحد، هذا بحد ذاته حرك مشاعر فينا كنا فاقدينها من زمان، فالحمد لله الله يديم المحبة، الله يديم التواصل، وإن شاء الله نقول دائما خليجنا واحد، والله يعم الأمن والأمان علينا سواء في الكرة أو عن طريق الكرة أو عن طريق أشياء أخرى طبعا. نعم أكيد. طيب بثينة، يعني ما نعرف عندك أعمال حالية، في أعمال ممكن إحنا نعلن عنها أيضا يكون حصري على برنامجنا، يعني عن أعمال والله كأعمال فنية حاليا متوقفة، ولكن عندي برنامج يوتيوب، بكون إن الاهتمام منصب حاليا على السوشيال ميديا أكثر شيء، أكثر من التلفزيون يمكن في الفترة الأخيرة، فقاعدين نشتغل برنامج فني، برنامج شوية يخص الجمال في اليوتيوب مع ماركة مهمة في الوطن العربي، فالله يوفقنا فيه إن شاء الله. بعض الفنانين يعني أصبحوا يعني يستثمروا أيضا جماهيريتهم الكبيرة في مثل هذه البرامج، لأنه عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وعندهم يمكن ربما كما يقال يعني عندهم معجبين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. حسب القاعدة الجماهيرية للفنان، ربما بعض المؤسسات بعض الشركات تعمل عقود مع هؤلاء الفنانين. صحيح. وهذا يمكن هذا هو الإعلام الحديث.
بالضبط هذا هو الإعلام الحديث وهذا التوجه حاليا. وبالعكس هالشيء أحسه يخدمنا إحنا كناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا يخدم الجمهور. فأنا أحس صار في قرب مباشر بيننا وبين المتابعين والجمهور وانكسرت كل الحواجز. يمكن قبل كانوا ينطرون مقابلة تلفزيونية علشان نصرح عن أعمال جديدة، الآن عن طريق التواصل الاجتماعي نعلن ونسولف وناخذ ونعطي مع الجمهور، فهو شيء إيجابي أنا أشوفه. وهذا يعني إعلام المستقبل ربما، يعني أكيد طبعا التواصل أكيد. هو الإعلام الإلكتروني كما يسمى. بالضبط هذا هو اللي دارج حاليا وهذا المتابع حاليا، فإحنا وين ما يتجه الإعلام متجهين معه. نعم. طيب عموما واحنا متواصلين أيضا معك بوثينة وفي نبض الخليج، مواصلين معكم مشاهدينا الكرام. عودة الآن إلى الزميل سعيد الخروصي في سوق الماركية ومتابعة لآراء الجماهير حول هذه البطولة وهذه الأجواء الجميلة. عودة لك سعيد من جديد، تفضل. أهلا بك حسين، مرة أخرى تجمع رائع هنا في سوق المباركية. اليوم أيضا مجموعة من الجماهير العمانية حضرت إلى الكويت لمؤازرة المنتخب قبل مباراة المنتخب يوم الغد. ما شاء الله الجماهير متفاعلة متحمسة من الآن. خلينا نستطلع الآراء ونتابع ماذا تقول مباراة المنتخب بكرة. متحمسين ما شاء الله، حاضرين قبل بيوم عن المباراة. والله ثلاثة أيام قبل المباراة وثلاثة أيام حاضرين. طيب كيف تشوف المباراة إن شاء الله؟ والله بشرك فايزين 3-0. وين قفت نتيجة؟ هل توقع ولا تمني؟ أنا توقع وتمني ومن بهلة بعد. نعم. الله يسر بس. يعطيك العافية. كيف مباراة الدور اللي تقوم فيه الجماهير؟ إيش مطلوب منكم إن شاء الله؟ والله مطلوب طال عمرك من الشباب اللي حاضرين إن شاء الله نشجعون المنتخب تشجيع طيب. أولاً هاي يعطي دافع المنتخب واللي حاضر من دار بعيد، وإن شاء الله نفوز بإذن الله. حياكم الله. كيف أجواء الكويت؟ كيف بطولة الخليج تابعتوا؟ والله طيب الحمد لله، وحماس من وصلنا هنا كله حماس، منتخب تشجيع ان شاء الله متواصل. ان شاء الله بكره الصوت ما يريد يهدى. ما يهمك مره، وان شاء الله الفوز ان شاء الله الفوز مره حليف المنتخب باذن الله. الجماهير جاي ان شاء الله بكره، الطائرات كلها ان شاء الله بتجي جماهير من كل صوب. كيف الصوت اللي راح يكون بكره ان شاء الله؟ والله ان شاء الله يكون صوت قوي باذن الله. توقعات فوز المنتخب والله اكبر. ثلاثة ولا اكثر من ثلاثة؟ طبعا توقعات 3-0 ان شاء الله. نتمنى تصيب. ايش توقعاتك بالنسبه لك؟ توقعات متوقع ان شاء الله 2-0. قلت جول عشان اعطي يعني شيء المستقبل البحريني يكون شيء بفعل معنويات. يعطيك العافيه. مباراه بكره امام منتخب بحريني، ننتظر ان شاء الله نتيجه طيبه عشان نوصل النهائي باذن الله. والله مباراه صعبه، منتخب البحرين منتخب جيد ممتاز، وتقريبا الحظوظ 50-50، ولكن اتمنى المنتخب قادر نفس ما السعوديه، ما حد متوقع يعني الفوز وفاز. وان شاء الله نتمنى امام البحرين يكون الاداء افضل، اذا ما نافس البحرين يكون الاداء افضل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. مشاركنا اليوم هذه الفرحه الجميله، الجماهير العمانيه الموجوده هنا، كيف تشوف هذه المشاركه الطيبه؟ حياكم الله وشب ديرتكم الكويت، واتمنى ان شاء الله كل سنه تصير احلى من الدوره من افضل لافضل كمستوى. وسنه لا اعتقد في قطر ها، والمستويات حقيقه متقاربه بين الاربع فرق اللي صعدوا، واتمنى الفوز حق الفريق اللي لعب زين. ما اقدر اقول اماراتي لان اهلنا بالامارات، اقول لكم قطري عندنا اهلنا بالكويتي، عندنا اهل بالسعوديه واهل عمان، كلكم على العين والراس، بس اللي لعب زين عسى الله يوفقه ان شاء الله. هدف البطوله نتجمعها تجمع الاخوه الجميل. هذا اهم شيء، الهدف البطوله لازم تجمعهم ديرتنا الكويت، ان شاء الله يلم الشم اهل الكويت كلها واهل المنطقه كلها، دوم الساعه والخليج كلهم، عسى الله يحفظ ديرتنا والخليج كله. الحمد لله على كل حال. حياك الله حسين. ايضا معي شخص عماني ايضا ما شاء الله، جاب الحلوى معاه من عمان لحد هنا عشان بس يذوقوها، وان شاء الله بتحصل هديتك ان شاء الله. ما شاء الله يعطيك العافيه. الحلوى العمانيه رمز العمانيين ولازم الكل يذوق منها. اكيد ان شاء الله، ونحن جايبين حلوى عمانيه للاخوان الكويتيين و حياك الله. وان شاء الله نعطي الاخ ذوق الحلوى ان شاء الله. مش ما شاء الله الديوانيه ما شاء الله حلوه عاد مثل مالت البحرين وش اسمه؟ نحن خاصه اكيد الحلوه العمانيه معروفه بالخليج. الله يحييك. الله يسلمك. هذا احلى ختام للقاء اللي راح نقوم فيه الحين. حاضرين بناكل مع بعض ان شاء الله. كما تابعت حسين ما شاء الله الاجواء الاخويه الجميله، يمكن اشخاص حتى ما يتعرفهم قبل، ولكن التقارب الاخوي هذا الذي يحصل الان ما بين يعني الاشقاء من كل دول مجلس التعاون الخليجي. بهذا وصلنا الى ختام هذه الوصله المباشره من هنا من سوق المباركيه. نعود لك حسين مره اخرى، تفضل.
شكرا لك زميل سعيد الخروصي، شكرا لضيوفك الكرام من مختلف دول الخليجية. وحلى أن طبعا الحلوى العمانية حاضرة في كل مناسبة. عودة إلى الفنانة بثينة، والحلوى موجودة يعني مع طارق علوي إن شاء الله. خلاص بعد شوي إن شاء الله. أيوة نحن الفوالة بعد اللقاء يعني. بعد اللقاء. أيوة نأخذ الأخبار وبعدين نسألك عن في البداية. أول إيش رأيك في الموقع اللي اخترناه؟ موقع يعني جميل. طبعاً موقع مفتوح، يمكن شوية يكون نوعا ما كثير من الأخوان المعجبين والتصوير معاك وكذا يمكن يكون مزعج، لكن هو مكان مفتوح طبعاً. هو مكان جميل بالعكس، المباركية من الأماكن الكويتية العريقة، هني تحصل كل المجتمع موجود هني يعني. وأنا الحين قاعد أشوف من خلال اللقاءات هذا التفاعل، المحبة والتفاعل يعني بين أهل الكويت وبين أهل عمان، تواجدهم ودعمهم لنا ولمنتخبنا إن شاء الله. ونتمنى أو نوجه لهم رسالة بحضورهم للمباراة، أكيد محتاجين وجودهم أكيد طبعا. ما نستغنى عنه. هو هدف أصلا هذا اللقاء الخليجي دائما كما رسم له وخطط له من البداية، هو هذا التجمع وهذه المحبة اللي نلمسها في كل زوايا هذا الحدث الخليجي. صحيح. في الحقيقة طبعا كانت لك تجربة سابقا في التقديم، ما واصلتي على التقديم؟ بدايتي كانت حولتي في التقديم. اي والله بدايتي كانت في التقديم، واتذكر كنت حتى صف اول ثانوي كنت في صلالة. فكان عندي حفل ختام لتخرجنا من الاول ثانوي، فكنت انا مقدمة الحفل. اثناءها كان موجود، والله ما يذكرني حاليا الاسم، احد المخرجين في تلفزيون سلطنة عمان. فقال هذه البنت لازم تقدم برنامج عندنا في التلفزيون. وهناك كانت الانطلاقة، باسل الرواس اوجه له تحية في صلالة، قدمنا برنامج مع بعض كان اسمه لقاء الخميس، وكان اول برنامج لي اقدمه على الهواء مباشرة، وكنت يمكن 17 سنة عمري. هناك كانت الانطلاقة، وبعدها الناس والخريف. نعم. وبعدها رذاذ، وبعدها برامج كثيرة كلها من صلالة. كلها من صلالة، تقريبا كلها من صلالة. وبعدها اتجهت للكويت لاستكمال دراستي. ده. وإلى الآن موجودة. ودخلت مجال التمثيل طبعا. طبعا مجال التمثيل. نعم. أيضا كانت صدفة يعني، كنت أثناء دراستي أستاذي أوجه له أيضا تحية، خالد أمين من من أكبر فنانين الكويت. نعم. كان يدرسني مادة اسمها إلقاء، فشاف أن مخارج الحروف جيدة وسليمة والصوت يعني إعلامي، فقال لي كان عندك تجارب سابقة؟ قلت له إيه. قال لي إيش رأيك تجربين تمثلين؟ وهناك كانت الانطلاقة في مجال التمثيل. في تفكير للعودة للميكروفون من جديد؟ أكيد الخطة موجودة، وحاليا قلت لك عندي برنامج، ولكن أطمح لبرنامج جماهيري أكبر. نعم. إذا طرحت الفكرة اللي ببالي إن شاء الله، والخطة اللي ببالي إن شاء الله راح تلاقيني موجودة بإذن الله. زي ذكرت أن عايشتي مجموعة من الإخوان اللي خلف الكواليس. إيه والله رجعوني سنين. الإخوان المصورين أوجه لهم تحية، اشتغلت معاهم في صلالة في البرامج اللي كانت في مهرجان خريف صلالة. نعم. سكبروا الحين كبرتوا. شياب يعني. كبرنا. يعطيهم. بس قبل أن نختم معاك نسألك عن توقعاتك لمباريات بكرة. والله توقعاتي 2-1 عمان على البحرين. عمان على البحرين. توقعاتي والله هل توقعات ولا تمنيات ولا الاثنين مع بعض؟ ما نبي نزعلنا نزعل اخواننا في البحرين. أكيد. بس نبي نفوز بعد. 2-1 حلوين. اكيد نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق. أكيد. وان شاء الله يعني هذا الحضور الجماهيري المتوقع والمنتظر بالنسبه في مدرجات استاد جابر خلف منتخبنا الوطني ان شاء الله يكون له دور ايضا في دفع لاعبينا في ملعب المباراة. مباراة في الحقيقة صعبة اكيد مع الشقيق البحريني. كلنا مترقبين والله. يعني ابو علي يقول ينتظرك في الملعب، لكن انت مسافره لدبي. للاسف إيه؟ للاسف والله كان ودي اكون في الملعب، لكن يلا في النهايه ظروف التصوير ان شاء الله باذن الله. يلا عموما دعواتنا لو كنا ما موجودين مع في المدرج اكيد دعواتنا ودعوات الجماهير ايضا الموجوده في عمان ايضا للمنتخب الوطني. شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استوديو نبض الخليج في عمان الرياضيه. شكرا لك. اعتقد شكرا. هذا اول لقاء مع عمان الرياضيه. اكيد اول لقاء ان شاء الله ما يكون الاخير. وسعيده وتشرفت بمعرفتك. شكرا. وان شاء الله نوجه دعوه لكل الجماهير اذا ما قدروا يتواجدون على الاقل يدعمونهم بالدعاء، والله يوفق منتخبنا ان شاء الله. شكرا لك الفنانه العمانيه بثينه الرئيسي على تواجدك معنا اليوم، ونتمنى لك ايضا في مشوارك الفني القادم بمشيئه الله. شكرا لك. احنا مواصلين معكم مشاهدينا الكرام عبر نبض الخليج. طبعا فعاليات موازيه لخليجي 23 وفعاليات جانبيه طبعا ومصاحبه
من ضمنها طبعا الأخوان في لجنة المشاريع والإرث بدولة قطر الذين يعرضون في منطقة معينة هنا في إحدى زوايا خليج 23 ما وصلت إليه دولة قطر الشقيقة من إعداد للحدث الكروي الرياضي العالمي المنتظر نهائيات كأس العالم 2022. الزميل سعيد الخروصي أيضا زار منطقة قطر زون في خليج 23 ليرصد لنا بعض التفاصيل، نتابع.